تمضي منهل عدة ساعات يوميا بالعمل في حديقة منزلها بمدينة سلقين، فموسم الفليفلة بدأ بالفعل. هذا الموسم يعتبر رئيسيا لأهالي المدينة، إذ تعمل منهل مع عائلتها في إعداد مؤنة الفليفلة الحمراء وبيعها، ما يشكل مصدر دخل هام لها خلال الصيف. نحن موسم الفليفلة بسلقين بالصيف نشتغل فيه، مصدر معيشتنا الحمد لله. منجيب فليفلة من السوق، من شقة ومن عرقة، من نطحنة، من لوشة بزيت وملح، من بيعة نترزق، هاي رزقتنا بالصيف. نستمر بهالشغل شغلة شهرين شهرين ونص، حديقة بيتنا ما منطلع ولا منفوت، والحمد لله على كل حال. وموسم الفليفلة كتير كويس بسلقين. تنتشر ورشات تجهيز مؤنة الفليفلة بكثرة في أحياء مدينة سلقين خلال أشهر موسمها، إذ أن لهذا الموسم رونقه الخاص في هذه المدينة، فتتزين الشوارع والشرفات باللون الأحمر، معبرة عن تراث عريق وتقليد موروث تشتهر به مدن سلقين وحارم وكفر تخاريم. مونة الفليفلة مونة أساسية، يعني البيت إذا ما حطيت فيه شيء طاول، الفليفلة أساسية. الفليفلة عندنا نحن سلقين مشهورة على مستوى سوريا بالكب النية الحدي وبالخبز فليفلة. خبز فليفلة عندنا نحن هذا نوده هدايا، إن رحنا على الشام، رحنا على حلب، وين ما رحنا نأخذ معنا فرضنا 50 رغيف خبز فليفلة. خبز فليفلة من أش مكون؟ مكون من فليفلة وبندورة يابسة نديرها مع بعضها، نحط لها زيت، نحط لها سمسم، شمرة، ينسون، حبة سوداء، نخلطها مع بعضها ونسويها يا بالتنور يا عصاج. هاي بناخذها هدايا ومشهورة فيها سلقين. كميات كبيرة من الفليفلة الحمراء وخاصة الحارة منها يمونها الأهالي في عموم ريف إدلب الشمالي الغربي، حيث تدخل في تحضير الكثير من الأطباق والمأكولات، ما يدفع الفلاحين في المنطقة إلى تخصيص مساحات واسعة من أراضيهم لتأمين الطلب عليها، كما تنشط التجارة بالفليفلة الحمراء بأسواق الهال في المنطقة. يشكل موسم الفليفلة موسما رئيسيا وأساسيا في مدينة سلقين وريفها غربي المحافظة، كما ويعد تراثا أساسيا لسكان هذه المدينة لما له من قدم. عصام المنصور، حلب اليوم، مدينة سلقين.